منها 303 حالات كانت من قبل جنود الاحتلال. اليوم الوضع اللي احنا فيه في البلدة القديمة والمناطق المحيطة موضوع له 30 عام من القهر والإغلاقات الموجودة للشوارع والمحلات. عندنا 512 محل مغلق بأمر عسكري و1000 محل مغلق بسبب الإغلاقات اللي موجودة. اشتغلنا العديد من الجهود بالتعاون مع المؤسسات من خلال المهرجانات والفعاليات وفتح المحلات التجارية، ولكن للأسف بعد الحرب بسبب الإغلاقات اللي موجودة وإغلاق الحرم الإبراهيمي والمناطق المحيطة ومنع التجوال في العديد من المناطق، كل ذلك أدى إلى تراجع الموضوع التجاري والاقتصادي في البلد القديمة بالرغم من سوءه من قبل الحرب. تخيل بعد الحرب والإغلاقات. عشان هيك مطلوب من كل الجهات الدولية والمحلية الضغط على كل الجهات حتى يتم فتح كل الإغلاقات اللي موجودة. بداية لا يمكن الحديث عن الخليل بمعزل عن الحديث عن غزة وشلال الدماء الذي يصب صبا في غزة الحبيبة وفي كل الضفة الغربية، وحصار الحرم الإبراهيمي هو جزء لا يتجزأ من الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني والنزيف الذي يحدث في كل مكان. الحرم الإبراهيمي يرزح تحت أقصى درجات الحصار، إغلاق كل المحيط للحرم الإبراهيمي، ورسالة واضحة أن هذا الحرم في خطر شديد وفي خطر محدق. ستكون هنالك فعاليات دينية في ظل الظروف الصعبة الموجودة والمحزنة، والحرم بصراحة يعني كلما مررنا من هناك يعني نشعر بحزن شديد على ما يتعرض له هذا الحرم من انتهاك، ليس فقط الحرم ولكن الأماكن الدينية المقدسة بما يصل حتى إلى المقابر والعبث بمقابرنا الإسلامية وتدميرها. ما يحدث في الحرم وفي الخليل هو ينذر بخطر شديد قادم.